ونعود الآن لاستكمال ملف الإيطالي، تحديدا بعد استقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي. ينضم إلينا من روما الكاتب الصحفي مهدي النمر. سيد مهدي، أهلا بك معنا. إذن حكومة ماريو دراغي ستبقى لتسيير الأعمال، انتخابات مبكرة في 25 من سبتمبر. هل بهذه الانتخابات ستنتهي الأزمة السياسية في إيطاليا؟ يعني الانتخابات هي الحل الوحيد المطروح إزاء الوضع المتأزم الناجم عن استقالة رئيس الوزراء ويعني تفكك الأغلبية، ولكن الانتخابات في حد ذاتها كما يعني عهدنا في السنوات العشر الأخيرة في إيطاليا لم تعد تضمن يعني قيام أو يعني تشكيل حكومة مستقرة، حكومة أغلبية، بسبب تفتت خريطة سياسية في إيطاليا. إذن يعني هذا الاستحقاق ضروري، ولكن لا يضمن وصول حكومة يعني قادرة على إنجاز الاستحقاقات الملحة، وفي مقدمتها طبعا قانون الموازنة العامة الذي يجب إقراره قبل نهاية العام 31 ديسمبر. طب ولكن سيد مهدي، هل الأزمة الأوكرانية وتداعيات هذه الأزمة كانت بمثابة عامل حاسم لربما في تحديد مصير حكومة دراغي؟ هي لا شك أثرت الأزمة الأوكرانية وتداعياتها، وخاصة التداعيات الاجتماعية التي بدأت يعني تبرز رويدا رويدا، تتزايد الصعوبات يعني الاجتماعية وتآكل القدرة الشرائية للأسر وتوقف الشركات، معدلات تضخم كبيرة، وهناك أيضا أزمة واردات الغاز. إيطاليا يعني كانت تعتمد بحدود يعني 40% من وارداتها وإمدادات الغاز على روسيا، هي تحاول جاهدة يعني التخلي عن هذا الاعتماد أو تقليصه، ولكن ليس بالأمر يعني السهل، خاصة وأن يعني روسيا بدأت فعلا بتقليص إمداداتها إلى إيطاليا، وإذا استمر الوضع على هذا الحال فأمامنا يعني شتاء ربما يكون يعني صعب وعسير، سواء بالنسبة للاقتصاد، ولكن بالأهم على صعيد يعني على الصعيد الاجتماعي، حالة الغضب ويعني الاستياء الاجتماعي قد تتفجر او يعني تؤدي. سيد مهدي، ولكن حكومة دراغي، اسمح لي على المقاطعة، حكومة دراغي ربما كانت من ابرز المؤيدين للرئيس الاوكراني ولاوكرانيا، وكان هناك تقديم دعم كبير في ظل هذه الأزمة السياسية، هناك حديث بان هذا الدعم قد يقل الان. ماذا بعد الانتخابات في سبتمبر سيد مهدي، اي نهج ستتبعه ايطاليا؟ طبعا ده يتوقف على الحكومة التي يعني ستنجم عن هذه الانتخابات. في الوضع الحالي يعني مع أن حكومة دراغي حاليا هي حكومة تسيير أعمال، ولكن رئيس الجمهورية بالأمس يعني منحه الفرصة أو يعني القدرة على ممارسة أو مواصلة يعني دور إيطاليا في الأزمة الأوكرانية، سواء بتوفير الإمدادات العسكرية و الإنسانية، وكذلك في المحافل الغربية يعني الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي. إذن يعني إيطاليا ستواصل يعني نهجها المتبع حتى الآن، وإن كانت على ضوء يعني تفكك الأغلبية، خاصة أن الأحزاب التي تخلت عن الحكومة هي أحزاب تتحفظ بمعظمها على سياسة تسليح أوكرانيا، فيعني الحكومة تحاول أن توازن بين ذلك وبين يعني السعي لمبادرة سياسية تؤدي إلى مفاوضات أو هكذا يعني تعلن. شكرا لك سيد مهدي النمر الكاتب الصحفي، كنت معنا من روما.